الحق بالشعر اللوبي القصير عبد العزيز سيد العابدين عضو كبائن المعلمين والملحنين وكذلك الموسيقار والفنان شمس حسين الذي اهداه مجموعه من الساده الافاضل الحاضرين منهم المطرب احمد عثمان طه مشكورا على هدايا. دعوني ارحب بالاستاذ احمد عثمان. ومعانا اثنين من ممثلي ناقصي الفنون الشعبيه النوبيه الاستاذ محمد يحيى حامد تاج. كما دعوني ان ارحب بالاستاذ حافظ محمود عبد الحافظ. كما دعوني ارحب بالاستاذ محمد علي. قبل ان ننتقل لفقرات الشعر دعوني استدعي الشاعر والفنان والمطرب ياسر عبد الحميد فليتفضل. مشكرا.
جميلة جميلة جميلة.